نفى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اجتماع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمسؤولين إسرائيليين، هذا خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى المملكة. بن فرحان فند في تغريدة له على تويتر ما تناقلته تقارير إعلامية عن اللقاء المزعوم قائلا لم يحدث هكذا اجتماع، مضيفا أن اللقاء جرى بين المسؤولين السعوديين ونظرائهم الأمريكيين حصرا، مشيرا إلى أن الجانبين بحثا خلال لقائهما آخر المستجدات في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.